السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامري. النهار ان شاء الله غادي نبين لكم طريقة ديال الجص المباشرة ان شاء الله. اللي ما كيعرفوش الجص، كما قلت لكم في فيديوهات سابقين، ان الجص خاصو يكون في 12 يوم الاولى من بعد ما عطيتوها الذكر. يعني انتم كاينين طرق سبقنا تحدثنا عليهم، ولكن ما عمرنا ما بينا الجص المباشر، يعني كيفاش الجص. انا هنايا عندي الزوجه ديالي، هي اللي غادي تبين لكم يعني كيفاش الطريقه ديال الجص. هذا الانثى راها عشار، حنا عطيناها الذكر واحد 10 ايام، دابا غادي توريكم الطريقه ديال الجص. انتما كتخشيو كتهزوا النتوه بهذه الطريقه هكا. خص اولا النتوه في هذيك اللحظه ما تكونش معصبه، خصكم تهزوها وهي تكون مرتاحه. هانتوما كما كتشوفوها، يعني الاصبع خاصو يتخشى في هذا الجزء من الرجل. يعني هانتوما كما كتشوفوا، هاي كاين الرجل، هي هذه هكا. هانتوما ها هي هنايا، كاين الرجل الخلفيه هي النهايه ديالها، هي هنايا. هانتوما شوفوا فين كتخشي الاصبع ديالها. هانتوما ولا بغيتو توريكم كيفاش على برا، هانتوما غادي توريكم كيفاش. هانتوما هكا، وما تلصقوش يديكم مع بعضياتكم. هانتوما هانتوما بحالي كتمسدو هكا بواحد الطريقه لينه، ما تعصبوش اول الانثى. هانتوما ها انا غادي نشد مزيان هكا وتجي مهود. ها هما دابا هي كتحس بهم. هانتوما هانتوما دابا تقريبا راهم قد الفوله، الحجم ديال الفوله، يعني الفول الحجم ديالو، يعني الحب ديالو راهم كيكونوا قد الفوله. المهم في هذا الفيديو هو ان ما ديروش في السيمانه الاولى، ان يكون الاجنه باقي عاد صغار، ما ديروش قبل الميعاد ديالها، ولا غير الله تعطيوها وتمشيو ديروا الجص. الا ما كنتوش كتعرفوا ديروا الجص، من الاحسن ما ديروهش. يعني انا كنشوفوا باللي هنايا الصباع ما يتلاصقوش هكا، تقلبوا وتشدوا شي حاجه وتلاصقوها، كتشد وتديهم للخلف، كتشد وتديهم للخلف، هذه هي ديما بحال هكا، وتشد وتديهم هكا، فغادي بهم اللور ديال الانثى. اما باش تقول لا غادي نشدهم ونقلبهم بيدي هكا، لا، هذيك هي الطريقه الخاطئه. وهي ملي كتعشر في جوج سيمانات، ملي كتعشر في جوج سيمانات كيهلاس ليها هذا الفرو، هذا الفرو ديالها كيولي ملس. هانتوما كما كتشوفوها، هي الزوجه ديالي كتشرح، قالت لك بلي راه كيكون الظهر ديالها ملس وكتكون عصبيه. وكتكون عصبيه، هذه راه معروفه، ولكن هانتوما معلومه جديده، قالت لك بلي راه كيولي الظهر ديالها هو ملس بهذه الطريقه، كيوليش يعني مشعبش وفيه بحال الماء ولا لا، كيولي ملس تبارك الله. وكاين وهي هي معلومه، يعني كتولي كتشرب الماء بزاف، من كاع المعلومات راها في الانثى العشر. وكاين واحد القضيه او ثاني، ما تخلطلكمش سميتو الفضلات ديالها، لان يعني في ديك الجزء اللي كيكون فيه الاخر الاجنه كيكون فيه حتى الفضلات مع خطرات. وكاين الانثى العشر يكون الفضلات ديالها تقريبا قد الحمصه، ما يتخلطوا لكمش مع الفضلات، يعني تشدوا الفضلات وتبقى تقلبوا فيهم في الكرش ديال الانثى. هذوك الفضلات في وضع مجموع، اولا الاجنه كيكونوا في وضع مجموع، كيكونوا كلهم في واحد الكركوبه، كيكونوا في واحد الكركوبه. اما الفضلات كيكونوا مشرشمين، ولكن في نفس الوقت لان كيكونوا في واحد نقولوا بحال المصران، يكونوا هكا غاديين. هذوك هضروا على الفضلات باش ما يتخلطولكمش مع الاجنه. الفضلات كيكونوا اولا الملمس ديالهم حرش، ماشي بحال الاجنه كيكونوا ملسين، يعني كيكون عندهم واحد الملمس لزج. هذا هو الفرق ما بيناتهم وبين الفضلات، هذا راه موضوع مهم، عندكم يتخلطولكم مع الفضلات. ان ها هو تعلمتوا الطريقه ديال الجص، ولكن الا مشيتوا حتى شديتوا الفضلات انتم تقولوا بلي صافي راه هذوك هما الاجنه. لا، الاجنه راه كيكونوا في واحد الكركوبه، واحد نقولوا واحد بحال الشكل ديال ميكا،
ولا تقريبا في الحجم ديال الكف، واحد الميكه صغيره ولا كيكونوا في الحجم ديال الكف، بحال الشكل ديال الصفن اللي كيهضروا عليه الاطباء، كيقول لك الصفن في الكرش ديال المراه الحامل كتكون في الصفن، غير هي هذاك الصفن كيكون غير صغير قد الحجم ديال الكف، الكف يعني اليد، وكتكون الاخر الملمس ديالهم لزج ماشي حرش. اذا كان حرش راكم ديك الساعه راكم كتقلبوا غير في الفضلات ديالها، الفضلات ديالها راه قلت لكم راه كيكونوا في حجم الحمصه، ان كتكون الفضلات ديالها ملي كتكون عشر كيكونوا كبارين. اذا هذه من بين الاخطاء اللي يقدروا يقعوا فيها اللي كيجصوا. ما كنتوش كتعرفوا، انا كنقولها وكنعاودها، ما كنتوش كتعرفوا ديروا طرق اخرى، راني حاضر عليها في الفيديو السابق، ديروا طرق اخرى. والجص من الاحسن اللي كيعرف الجص هو اللي يدير، باش ما تقطوش الاجنه في وسط الكرش ديالها. اذا الى عجبكم الفيديو شاركوا معنا، اللي مازال ما شاركش يشارك. سميتو القناه راه غاديه في الاستمرار الحمد لله، وذلك بفضل الدعم ديالكم. كنشكركم، الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.